مش السن بالسن ولا عين بالعين ولا عضو بالعضو. ده كلب اختص ابهر التناسل وراح قطعه قدام العضو لازم يتقطع شرف لبنتي. اهلا بيكم. مش عارف هل اتعاطف احيانا مع القاتل ام اتعاطف مع القتيل. يعني اتعاطف مع منط مع المتهم القاتل اللي اسهق روح ولا اتعاطف مع المجني عليه اللي اتقتل واتشرح زي ما بنقول. مش عارف احيانا والله في حلقات كتيره جدا بلقى نفسي متعاطف مع القاتل. فواحد يقول لي حد يتعاطف مع القاتل اقول له متعاطف مع القاتل. لان احيانا القاتل لما بيقتل بيقتل من كتير قوي. بيقتل من ضغط عليه غير عادي. من جبروت القتيل. من قسوة القتيل عليه. فاحيانا القاتل بيكون ليه عذره صحيح. ازهاق الروح لا. ازهاق الروح مش بايدينا. لان الروح دي ملك ربنا. ولا بنقدر حتى ننتحر. ده اللي بينتحر ده بيخلط في جهنم. لان الروح دي مش ملكك. الروح دي ملك الله. هو اللي حطها فيك وهو بس. اللي ينتزعها اينما شاء ومتى شاء. غير كده مش ميدين. لكن امتى تقتل اللي هو القصاص بقى. والقصاص بولي الامر. مش بايدينا. لكن تعال نشوف اللي حصل في الشرقية في مركز ولاد صقر. قضية غريبة. هو انا لما احب انتقم من حد. هفترض ان واحد اعتدى على بنتي. اعتدى على بنتي. يقول لك انا غلط. عايزين تجوزوا لها جوازها. لو كل واحد وانا يمكن صورت قضية قبل كده الاب اللي بنته تم اغتصابها وراح راح بلغ في النيابة وجينا الراجل اغتصابها قال له اصلح هاته واتجوزها الاب وافق. لو مشينا بالمبدأ ده كان كل واحد عينه على واحد يروح يغتصبها ويروح في النيابة يقول لك اتجوزها. ده مش حل. بالعكس ده احنا جنين عليها مرتين. مرة لما هذا الكلب اغتصبها ومرة لما ابوها وافق ان يجوزها الكلب. عمر الموضوع بيتاخد بالشكل ده. وهي البنت اصلا ما غلطتش يقولك عايزين نداري فضحتنا. هي كان مين اللي فضحها؟ ده كلب اغتصبها. يبقى ازاي نقول نداري فضحتها؟ هي اصلا كان في ايدها حاجة. هي غلطت بمزاجها. راجل او شاب مع بنت ضعيفة لا تملك اي شيء خطفها واغتصبها نقول عليها ليه بنداري فضحتنا؟ ليه فضحتنا؟ هي كان ذنبها ايه؟ لكن المجتمع يبص لها بصه غريبه ومحدش يبدا يتجوزها رغم ان هي مجني عليها مش متهم. يقول لك لا يا عم. طب لما اهلها يحبوا ياخدوا بطارها بقى هيقول لك خلاص يا عمي تسي السجن. لكن في ناس يقول لك لا السجن مش هيبرد ناري مش هياخد لي طاري بنتي عرضي شرفي تم انتهاكه ونهش في لحم بنتي واغتصبها يبقى ازاي اوافق ان هو يتجوزها او حتى يسجن. لا زي ما نهش في لحم بنتي انهش في لحمه. زي ما اغتصب بنتي انتقم منه. هو اغتصب بنتي العضو لازم يتقطع شرف لبنتي. ده اللي حصل من شاب عرف ان اخته في واحد اسمه رجب خدها غصب عنها لبى نداء الجسد معاها راحت اشتكت لاخوها. اخوها كان في حاله هتبلغ الشرطه ما بلغش الشرطه. قال لا لا مش هبلغ الشرطه. الشرطه مش هتشفي داري مش هتداري عاري مش الناس. انا ما اقدرش اقول الكلام ده يا جماعه علشان انا اصلا ما حدش هيصدقني. ممكن يقول لك ايه ده هي كانت ماشيه معاها بخطره. ممكن يطلع عليها كلام يقول ده هي اللي جات لي نهرها. الناس في ناس هيصدق وفي ناس ما يصدقش. لكن انا عارف اختي وعارف شرف اختي وعارف اختي مربيها ازاي. انا اخد طار بايدي. قدر ان هو يستدرك هذا الشاب من خلال سيده قال لها اديكي 500 جنيه واتصلي بيه وخدي ميعاد وخليه يجي قبلك في المنطقه الفلانيه. بالفعل البنت فضلت تستدرجه في الكلام. طب اشوفك طب كذا طب استني في المنطقه الفلانيه الفلانيه. بالفعل ابن ولاد صقر مركز ولاد صقر الشرقية استجاب وراح استناها في المنطقة دي. كان اخواتها مستنين. اخوات البنت طبعا اللي هو انتهك شرفها وعرضها كانوا مستنين. هو اول شيء قالك انت هتموتني. قال له مش هموتك. هموتك ازاي لو موتك فيها رحمة ليك. وهو فعلا ما كانش ناوي يقتله. لكن اللي حصل ايه؟ قال له انا عايز اعرف انت عملت كده ليه. قال له سامحني. قال له مش هسامحك. وراح مخلع نصف ملابسه للاسف بنطلون وراح منزله وجاب سكينه
ما هو ده الانتقام، اللي هو الانتقام اللي بيتساوى مع الجرم اللي هو ارتكبه. هو ما اغتصب البنت وانتهك عرضها وشرفها وفض غشاء بكرتها، هو كان راعي ربنا، خلاص يبقى اخواتها مش هيراعي ربنا، استغفر الله العظيم. وراح ماسك العضو التناسلي وراح قطعه قدام، ده انتقام. لكن عايزين نقول حاجه، بعيد عن الحلال والحرام ولي الامر، هي مش اخته حصل معاها كده؟ هو مش قطع غشاء بكرتها ومزقه، هو مزق اللي عمل كده، قطع العضو اللي عمل كده. صحيح القانون هيتم القبض عليه، ولانه ده تسبب ان هذا الشاب مات، فضل ينزف لغايه ما مات ورموه جنب مصرف. بس الشاب واخواته استريحوا، حس انه خدوا طار اختهم. صحيح اختهم هتظل في وسط المجتمع عار، لكن على الاقل المجتمع عارف ان الشباب دي دفعوا عن شرفهم وعرضهم وقتلوا اللي عمل كده. هم كانوا ناويين يقتلوه، هم كانوا عايزين يعيشوه. وهو ودي على فكره في ناس بتنادي، يمكن في دول الشرق اسيا والحته دي بينادوا فعلا اللي بيعمل كده، الشاب اللي بيعمل كده في حاجه اسمها الخص، بيخصوه عشان ما يستحش للجواز ده، يفضل طول عمره ندمان على الغلط اللي هو ارتكبه في حق بنت. وده اللي كان عايز يعمله الشباب، ان هم قطعوا العضو التناسلي بتاعه بحيث يعيش طول عمره بيكفر عن ذنبه في حق البنت دي، يفضل طول عمره فاكر الذنب اللي هو عمله والانتقام اللي هو استحقه. لكن للاسف فضل ينزف لغايه ما مات. بس على الاقل ده عذاب يتساوى مع عذاب البنت اللي هتشوف، اللي شافته، شاف المرار اللي البنت حست وهو بينتهك عرضها وشرفها. هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. صحيح ان ضد ان الواحد ياخد حقه بايده، ضد ان احنا نخلي القانون على جنبه ونسكته، لكن القانون لازم ياخد مجراه. لكن احيانا بتبقى فيه قضايا، وبالذات قضايا الشرف والعرض، بيكون فيها الانتقام بيبقى سريع قوي. وده اللي بنقول يا جماعه، لما واحد بيغتصب واحده او بينتهك عرضها او بيتشهر بيها او بيتحرش بيها، المفروض يكون العقاب سريع، عشان اللي تحرش اللي تم التحرش بيها واللي اغتصبها تحس ان هي حقها اتاخد. لكن لما تقعد بقى ان هي بتخلي سبيل عزيمه القضيه، ويقعد 3 4 سنين في حكم، وبعد كده استئناف ومعارضه ومش عارف ونقد وسيره طويله، وفي الاخر محامي شاطر ممكن يقول ان البنت كانت على علاقه بيه، ويجيب شهود، وممكن يثبت ان البنت اصلا وحشه من الاول، وتلاقي العمليه اتشعبت والبنت سمعتها اتضربت في السوق، وفي اللي يصدق وفي اللي ما بيصدقش. لكن لما يكون الانتقام سريع وراضع، وما فيهوش بقى حته الالاعيب اللي احنا عارفينها والشغل اللي احنا عارفينه نهاريه، يحصل هدوء لاسره المجني عليها، يقول لك القانون خد حقه. لكن لما تقعد 4 سنين يقول لك يا عم لسه سنه 4 سنين، هاتولنا الواد ده نموته، نصفي دمه، نشفي غليلنا فيه، ده انتهك عرضنا وشرفنا مع بنت غلبان ما قدرتش تعمل حاجه وتقاوم راجل. فالانتقام السريع والحكم الراضع هو اللي هيخلي الناس تلجا للقانون. لكن قضايا الطار عقبال ما بيتحكم عليه وياخد حكم في معارضه في استئناف في نقد، بيكون الناس بيتعايروا، يا اللي ما خدتوش طاركم، يا اللي ساكتين، يا اللي شايفين عيله فلان الناس قاعدين وماشيين وبيعملوا افراح وانتوا ابوكم مقتول ولا اخوكم مقتول ولا ابن عمكم مقتول، يبقى قاعد على الكافيه يقول لك يا عم انت قاعد لي هنا وبتشرب قهوه، ما تشوف يا عم اللي جات ابوك بيعمل ايه، بتبقى فيها معايره. لكن لو حكم راضع وسريع خلص الموضوع، والطار ممكن ان احنا نخلص على الظاهره دي خالص. هي مشكلتنا في بس نرجع نقول كثرة القضايا وإجراءات التقاضي، وده قانون ماشيين عليه هو اللي بيطوف غصب عن القاضي وليس تكاسل منه، لكن هم بيعملوا الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، قضايا حجم قضايا رهيب، والكل مستني عايز حكم، محدش بيصبر، وبالذات في قضايا الدم. أنا متعاطف مع هذه الأسرة، ومتعاطف جدا مع الأخ، واللي كان بإيدي كنت قلت للاخ برافو عليك، بس للاسف احنا في دول القانون ما ينفعش اشجع الواحد ياخد حقه بايده. لكن من جوايا انا سعيد، لان هذا الشاب اللي عمله، حتى احنا اللي ما نعرفش البنت ولا نعرف اهلها استريحنا، عشان خلصنا البلد من كلب بيبقى ماشي في الشارع ممكن ينهش في لحم امي او اختي او بنتي او زوجتي، خلصنا منه، استريحنا من قرفه، لانه ده وباء لابد ان فعلا يكون في انتبيوتيك مضاد حيوي يخلص عليه. لو كل واحد تم اغتصب واحد يتعامل كده، والله ما حد هيفكر يبص البنت، بس يبص لها. وده قانون رادع على فكره، مش السن بالسن ولا العين بالعين ولا العضو بالعضو. فضيت غشاء اختي
وافقدتها عز ما تملك وخليتها ان هي تعيش حياتها كلها ملوثه، يبقى انت لازم تتلوث زيها ولازم تعاني نتيجه جرمك اللي انت عملته. مش نسيبه والقضاء ياخد وقت، لا ده لازم يكون العقاب سريع، لكن احنا مع دوره القانون طبعا. لكن احيانا الشباب ما بيقدروش يمسكوا نفسهم، ما بيقولوش الكبير اللي فرملهم فخد حقه بيده وقتل اللي عمل كده فوقه يستحق، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.